مساء الخير. باسم جروب آثار وحضارة مصرية ايجيبتولوجي، وبمناسبة اليوم العالمي للعمارة، بنرحب بالأستاذ الدكتور المساعد دكتور العربي. الدكتور العربي صبري عمارة هيحضرنا النهارده في موضوع من روائع العماره الاسلاميه، مدرسه السلطان حسن، وهو استاذ الاثار والعماره الاسلاميه المساعد في كليه الاثار جامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل مع حضرتك المحاضره اللي ان شاء الله متوقعين حضرتك تعلمنا ونستمتع بيها. اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. في البداية أنا بشكر سعادتك وبشكر الأستاذ عبير وجميع المهتمين على دعوتي لهذا اللقاء، وده يعني شيء أسعدني جدا. النهاردة الاحتفال باليوم العالمي للعمارة ده بيكون دايما كل سنة بيتعمل في أول يوم 2 من شهر أكتوبر، على حسب بقى إذا كان هذا اليوم يعني اي ايا كان تاريخه في شهر اكتوبر، مش المشكله، المهم انه يكون اول 2 في شهر اكتوبر. والعماره بشكل عام كان دايما يعني بيعتبروها هي ام الفنون، وان العماره هي المحرك الاساسي في جميع المجالات الاثريه، عماره الاهرامات، عماره المعابد، عماره الكنائس، عماره المساجد، العماره الاسلاميه، فهي شيء مهم جدا. ومن خلال العماره بيظهر مدى الفكر الإنساني ومدى هذا النضج العقلي، لأن هي مقصود بالعمارة بشكل عام هي فن ملء الفراغ، فن ملء الفراغ، وإزاي يوظف الإمكانات المتاحة في المكان. يعني المهندس أو المعمار لما بيشتغل على إنه يقدر يستفاد من مساحة أرض موجودة عنده، يعمل فيها مبنى. المبنى ده لازم يكون مريح للناس، ولازم يكون متوافق مع البيئة اللي موجود فيها، وبيحقق الأمان وبيحقق الراحة، وفي نفس الوقت بيهتم بالجانب المادي أو جانب التكلفة عنه. فعشان كده العالم النهاردة بيحتفل باليوم العالمي للعمارة، وإحنا مشاركة لهذه الاحتفالية العالمية نحتفل أيضا بآثارنا المصرية. والنهاردة يعني وقع الاختيار على واحدة من أهم هذه الآثار والعماير، اللي المؤرخين سواء كان المؤرخين القدامى أو المستشرقين أو حتى من كتب في العصر الحديث بيعتبرها درة العمارة الإسلامية. وصل يعني الأمر ببعض يعني أستاذتنا كالأستاذة الدكتورة سعاد ماهر الله من جيل رواد في الآثار، إنهم بيعتبروا مدرسة السلطان حسن هرم مصر الرابع، يعدوها هرم مصر الرابع. وكان يعني المقولة الشهيرة الدكتورة سعاد، يعني إذا كان يعني للمصريين الفخر والاهتمام بالأهرامات في الجيزة، فيجب أن يفخروا أيضا بمثل هذه المنشأة الضخمة العظيمة، منشأة السلطان حسن. دايما فكرة مدرسة السلطان حسن أو مسجد السلطان حسن، طب هي مسجد أو مدرسة؟ ده أمر كتير جدا يعني الناس بتتداوله، هو مدرسة السلطان حسن ولا مسجد السلطان حسن؟ هو مسجد ومدرسة و يعني مكتب لتعليم الأيتام، هي شيء متكامل، هي منشأة تعليمية دينية متكاملة، بتعد ظاهرة جديدة في العمارة الإسلامية في فترة العصر المملوكي. يعني المنشأة بتاعة السلطان حسن بتمثل ظاهرة، لأن السلطان حسن اللي هو منشئ أو اللي عمل هذا المبنى حكم في فترة كان فيها بعض المشاكل. فترة العصر المملوكي كلها كانت فترة بتبدأ من سنة 648 بتبدأ من 648 مع بداية حكم دولة المماليك، وبتنتهي مع الحكم العثماني لمصر، سواء كانت المماليك البحرية أو المماليك الجراكسة. كان دايما في
أمر نفسي عند هؤلاء المماليك. الأمر ده ظهر في أعمالهم وظهر في منشآتهم وظهر في كافة حياتهم. نجد الكثير من الكتب اللي بتتكلم عن حياة المماليك والحياة الاجتماعية الخاصة بهم، الشعور بعدم الانتماء لمكان. المماليك بدأت فكرتهم من بدري جدا، من أيام أحمد بن طولون، من أول حد عمل جيش وبدأ يجيب فيه ناس، يعني سواء كانوا مخطوفين وهم صغيرين أو يعني تم أسرهم في الحروب وغيره، وبدأ يعمل منهم جيش خاص به. والأمر ده بدأ يتطور ويزداد في عصر الأيوبي، في عهد صالح نجم الدين أيوب، لما عمل جيش كبير جدا المماليك، واللي انتهى الأمر بقيام دولة عرفت باسمهم دولة المماليك، وكانوا يقسمهم البحرية، المماليك البحرية، لأنهم في جزيرة الروضة على بحر النيل، كان دايما النيل حتى إلى الآن في كثير من البلدان في مصر يطلق عليه اسم البحر، شارع البحر، الشارع اللي بيجري فيه فرع من فروع النيل، فكان بحر النيل يطلق بحر النيل. في الجزيرة في جزيرة الروضة كان بيعيش مجموعة من هؤلاء المماليك، فسموهم المماليك البحرية. والأمر طبعا اتطور جدا، لم يعد مجرد بقى مماليك بيتم أسرهم أو شرائهم من مكان لمكان، لا، ده الأمر اتطور إلى أن بعض الأسر بدأت تبيع أو تعطي أولادها لبعض القادة من المماليك، وده ظهر أكثر في عصر المماليك البرجية. يعني كان المملوك ليس يعني ليس فاقد الأهلية، مش معروف هو مين، لا، كان عارف أبوه وعارف أهله وعارف هو جاي منين، وده ظهر كتير جدا في عصر دولة المماليك البرجية أو يسموهم الشراكسة. وبرضو البرجية لأنهم اتربوا في أبراج القلعة وكانوا عايشين فيها، وكان أصلهم في الغالب من الشراكسة. بشكل عام الحالة دي جعلت حاجة عند المماليك هي فكرة عدم الولاء لشخص، يعني أي حد منهم طول ما هو في فترة القوة يبقى فيه الولاء له، بعد وفاته ممكن ينقلبوا على ابنه أو يحصل مشكلة لأولاده. وده بالفعل اللي حصل مع السلطان حسن ومع السلطان حسن ده بيرجع صاحب المنشأة بتاعتنا، بيرجع لأسرة شهيرة جدا هي أسرة المنصور قلاوون. ويعني المهتمين بدراسة التاريخ وبدراسة العمارة هيلاقوا أن في عهد أسرة المنصور قلاوون دي حصلت حاجة غريبة جدا. يعني حضراتكم قبل كده كنا بنلاقي الأسماء الظاهر بيبرس، سيف الدين، قطز، المنصور قلاوون نفسه، هنلاقي بعد كده يعني اسم يلبغة، اسم التنبغة، غيره. هنلاقي في عصر أولاد المنصور قلاوون بدأ يظهر عندي محمد ناصر محمد بن قلاوون، بدأ يظهر شعبان، أشرف شعبان، بدأ يظهر حسن. هنا فكرة التمصير أو يعني ظهور الأسماء اللي كانت متواجد بعضها في مصر بدأت تظهر عند الأسرة نفسها اللي هي أسرة المنصور قلاوون، لأن هؤلاء أو معظمهم ولد في مصر. وهنا لما بنقول ولدوا في مصر أو كانوا موجودين في مصر أبناء النصر أبناء المنصور قلاوون، فكانت مصر بامتدادها الجغرافي في ذلك الحين، مصر والتبعية اللي كانت ليها في ذلك الوقت كانت لدمشق، كان بيسموها الحاضرة الثانية الموجودة في سوريا. فإذا كان بدأ فكرة ظهور الأسماء الخاصة بالمماليك تاخد شكل كبير قوي، اختلافها عن الشكل الأول أو اللي ظهرت به الأسماء. الناصر محمد طول الحكم وكان سنه صغير جدا، يعني بعض الأقوال بتقول إنه 13 سنة، وكان طبعا في الأمر ده خلى لازم يكون في عليه إشراف من بعض الأمراء علشان يديروا شؤون البلاد في ذلك الوقت. وبالفعل أصبح هناك يعني إشراف عليه من بعض الأمراء زي الأمير بيبوغاروس والأمير منجف اليوسفي اللي كان متولي الوزارة، وكان في الوقت ده يعني بيطلق عليه إنه لا يحمل يعني من السلطنة أو من الحكم إلا اسمه فقط. يعني وكانت كل الأمور دي في إيد الأمراء اللي هم مشرفين عليه. الأمر طبعا ده خلى في نوع من يعني الأمور النفسية أو المشاكل النفسية. عمل بعد كده السلطان حسن إن هو يتخلص من هؤلاء الأمراء اللي كانوا بيشرفوا عليه أو كانوا بيديروا شؤون البلاد في ذلك الوقت، واتآمر عليهم وقضى عليهم، ولكن طبعا أذبحهم، استطاع أن هم يعزلوا السلطان حسن ويسجنوه حوالي 3 سنين، ويجي أخ له صالح
يتولى الحكم في هذه الفترة ويرجع تاني برضو بالمفاوضات، يتعاون معهم مرة تانية ويخرج ويتولى الحكم، انفصل ورجع مرة تانية. وده أمر مش غريب، لأن والده الناصر محمد بن ألوان هو كمان اتعزل ورجع للحكم 3 مرات قبل كده. كانت الظروف في أيام السلطان حسن بمجرد توليه حصل الطاعون، وطبعا كانت يعني حاجة صعبة جدا، وده طبعا مش غريب عن يعني الحالة اللي حصلت النهاردة مع انفصال النت واللي حصل مع الفيسبوك. عامة يا يعني دكتور احنا مع أنا حضرتك بعتبر خطوة بخطوة، قول لنا نغير سلايد هنغير بدل النت، ما هي مشكلة معانا. بنعتبره جزء يعني من بركات السلطان حسن علينا النهارده. يعني طبعا حصل في عهده مجاعات كبيره جدا، لدرجه يعني الالاف من الناس، اصبح افضل خير الناس تقدمه انها تقدم تحفر مقابر في ذلك الوقت لاعداد الجثث. المهم ان كان بدايه حكمه والفتره الاولى كان شيء صعب جدا، وكان يعني نذير شؤم كما قال بعض الناس في ذلك الوقت. المهم انه بعد ما تولى السلطان حسن وبدأ يدير اموره، بدأ يهتم بتحقيق ان يكون له نوع من يعني التواجد في مصر، وحتى بعد رحيله كشيء لتخليد ذكراه. ده امر كان معروف عند كل السلاطين، ان كل واحد بيبني منشأة، يبني يعمل مكان يدفن فيه بعد ذلك، الغرض منه يعني ينال من دعوات الناس أو الناس ترحم عليه. كان منهم السلطان حسن، واللي بدأ يبني في المدرسة بتاعته من سنة 757. وطبعا هو حصل إنه هو اختفى سنة 762، اختفى إنه كان مؤامرات بينه وبين الأمراء، وطلع في رحلة صيد وما رجعش من الرحلة دي. في 757 لما بدأ السلطان حسن عشان يبني المدرسة بتاعته، علشان يبني المدرسة بتاعته، بدأ يفكر في موقع يجعل اسم السلطان حسن موجود على مر التاريخ. العمارة في العصر المملوكي حضراتكم لم تكن عمارة ابتداء، بمعنى إيه؟ إن دايماً اللي هيبني، كانت القاهرة خلاص مدينة مزدحمة، أصبحت القاهرة، ونقصد بالقاهرة هنا منطقة القاهرة الفاطمية الممتدة ما بين السورين، كانت ما بين السور الشمالي من باب الفتوح والنصر أو السور الجنوبي اللي في باب زويلة، أصبحت منطقة مزدحمة. قبل كده طبعا جه صلاح الدين وعمل القلعه، وبعد كده سكنها الملك كامل، واصبحت القلعه هي مقر الحاكم اللي بيحكم مصر. طيب الحاكم ده، كل الحكام اللي كانوا بيعيشوا في القلعه لازم يعمل حاجه بين الناس، حاجه متواجده بين الناس. هتلاقي حضراتكم ان شارع المعز، المنشات اللي موجوده فيه، سواء كان بدايه كده من المدرسه الظاهريه او من قبلها كمان، المدارس الصالحيه، صالح نجم الدين ايوب، اذا كان الإقامة في القلعة، إنما في شيء دايما بين الناس في المكان اللي الناس عايشة فيه، علشان الناس دايما تتذكرهم وإن يكون لهم وجود. فنجد عشان كده شارع المعز ده كان يعني بسمة المنطقة الإعلانية، منطقة الخاصة بيهم اللي كل واحد فيهم يعلن فيها عن تواجده بمنشأة من المنشآت، سواء كان من العصر الفاطمي، ولكن في العصر الفاطمي مش هنقول إن الأمر بعيد لأن كان هم اللي أسسوا القاهرة، إنما من الأيوبي والصالح نجم الدين، وتيجي بعد كده شجر الدر. كل هذه الأشياء بمثابة إعلان وجودهم ما بين الناس رغم إقامتهم في القلعة. هنلاقي المنصور ألوون الزاهر بيبرس قبله، طبعا المنصور ألوون ابن الناصر محمد بن ألوون. كل السلاطين أو نقول جلهم كان بيبني داخل المدينة السكنية، فكان يهدم أماكن موجودة وينشئ مكانها، لحد ما جه بعد كده طبعا انتشر بقى البناء كما يقال في ظاهر القاهرة خارج القاهرة المملوكية، وبدأوا يبنوا في أماكن أخرى، وبدأت تظهر الجبانات وغيرها والكلام ده. السلطان حسن حب إنه يعمل حاجة قدام القلعة، مقر الحكم نفسه، يعني حتى لأنه هو جرب تجربة أنه تشال من الحكم، حتى لو تشال من الحكم يظل له شيء موجود في هذا المكان. كلما مر حاكم بالقلعة وجد أمامه منشأة تحمل اسم السلطان حسن،
وبالفعل أذال الأبنية اللي كانت موجودة في المكان، وكانت الأبنية دي عبارة عن كان سوق يسموه سوق الخيل في المكان ده اللي هو حاليا مبني فيه المدرسة، وكان بيمتد حتى ميدان السيدة عائشة. كان الميدان ده يسموه ميدان الرميلة، كانوا يسموه ميدان الرميلة. طبعا كانت المنطقة كلها مكشوفة خالية، الشوارع ما فيش طبعا فيها شوارع، مساحة فاضية. هدم قصر كان خاص بالأمير يلبغلي حاوي، كان بناه له الناصر محمد بن ألعون، وقصر تاني كان خاص بالأمير الطنبوغة المرداني، وبعض البيوت اللي كانت موجودة، وقدر إن هو يخلق مساحة واسعة من الأرض مقابلة لمركز الحكم في ذلك الوقت اللي هو القلعة، والتي كانت مفترض إن هي المكان اللي هو كان بيقيم فيه. بدأ السلطان حسن يفكر في مبنى ضخم جدا، مبنى زي ما بيقول عليه المؤرخين قد تفوق ميزانيته، الميزانية التي تقترح لأي مشروع في ذلك الوقت. هنجد إن بعض المؤرخين يقولوا إن السلطان حسن في أحد جلساته قال: لولا أن أخاف أن يقول الناس لقد عجز سلطان مصر على أن يتم بناء بدأ ما أكملت هذا المبنى. يعني تخيلوا حضراتكم كمية إنفاق الأموال اللي صرفت على هذا المبنى، وده هنشوفه ونتكلم عليه واحنا بنشوف الصور اللي موجودة عندنا. المبنى اللي عمله السلطان حسن كان عبارة عن مسجد مكان للصلاة، ومدرسة، ومدارس فرعية لتدريس المذاهب الأربعة: الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلة. كان درس لعلوم تفسير القرآن، درس للحديث القرآني الشريف، درس للقراءات السبعة، مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم الكتابة والخط. إذن هو كان عامل مجمع علمي متكامل، بيبدأ من الكتاب اللي بيعلم الكتابة ويحفظ القرآن، ومن يجد فيه هذه الهمة للعلم يتم بعد كده إلحاقه بالمدرسة. وكانت المدرسة بفكرة المدارس يعني اللي هي الخاصة انك تسكن ايضا فيها، يعني مش مكانها تروح وترجع منه، لا ده مكان موفر ليك زي مدارس الداخلية اللي ظهرت في فترة من الفترات. المدارس الداخلية ان يكون فيها الطلبة بتقيم في المدرسة وتنزل اجازات كل فترة كده، او فكرة المدن الجامعية، فهي مدرسة ومدينة جامعية في نفس الوقت لانه عمل سكن للطلاب كمان بعد كده. إذن المبنى مسجد ومدرسة ومكتب تحفيظ قرآن، اتعمل كمان ملحقات له، اتعمل ساقية علشان تدي مية للمكان ده، واتعمل كمان طحونة، واتعملت مطابخ عشان الناس اللي ساكنة في المكان ده تقدر تعيش منه. هنشوف برضو يعني ده بالنسبة للوظيفة. المؤرخين نجد ان واحد زي المقريزي يقول انه لا يعرف في بلاد الاسلام معبدا من معابد المسلمين، يعني مبنى خاص بالمسلمين يحاكي هذا الجامع وقبته، ايضا لم يبنى مثلها في ديار مصر والشام والعراق والمغرب، يعني الضخامه اللي كانت موجوده فيه. عفوا، وهنا هنجد الضخامه دي كانت مقصوده، لان عشان ابني الى جانب القلعه اللي هي القلعه بحجمها اللي مبنيه اساسا على جبل وعلى جزء من الجبل المقطم، وبهذا الارتفاع لو بنيت جنبها مبنى عادي فيكون شيء فيه تقزيم جدا للمبنى اللي موجود. وحضراتكم لو شفنا بعض المباني الثانيه زي المحموديه وغيرها الموجوده في نفس الرميله او الموجوده في نفس مباني صغيره، انما السلطان حسن عمل بالضخامه دي يكون فيه نوع من المضاهاه ونوع من يعني الرؤيه البصريه فيها، يكون فيه نوع من التوازن. ما ينفعش القلعة بضخامتها دي يبني قدامها مبنى صغير، فعشان كده لجأ عمل المساحة الضخمة جدا اللي يعني وصلت أكتر مثلا من 8000 متر، ويعني والارتفاعات اللي بتصل إلى أكتر من 48 متر في القبة وغيره. عمل كل ده عشان يعمل نوع من التماثل ما بين المبنى الموجود اللي هو بناه وما بين حجم القلعة، مش هنقول في تماثل بشكل كبير، ولكن نوع من التوافق أو يعني الاقتراب شوية في المعايير والنسب بتاعه. نلاقي بعض أيضا المؤرخين زي ابن التغري برضه يسميه أنه من عجائب الدنيا، وأنه جامع ومدرسة، وهو أحسن بناء شيد في الإسلام، يعتبره في ذلك الوقت أنه من أحسن الأبنية اللي شيدت في الإسلام.
ونجد بعض الرسامين العالميين وبعض المؤرخين زي مثلا زي جومار في كتابه وصفه يقول من اجمل مباني القاهره والاسلام ويستحق ان يكون في المرتبه الاولى للعماره العربيه. وقال ده بفضل القبه العاليه وارتفاع المأذنه وعظم اتساعه والفخامه. جاستون فييت لما بيتكلم عنه بيقول قد يكون الجامع الوحيد بين جوامع القاهرة اللي جمع بين قوة البناء وعظمته ورقة الزخارف وجمالها. وده يعني زي ما بنقول السهل الممتنع، رغم الضخامة والقوة في البناء هنجد الزخارف فيه منفذة بشكل غاية الدقة. إن كانت الواجهة بتاعة السلطان حسن لم تكتمل، الزخارف الواجهة في السلطان حسن لم تكتمل حتى يعني من بعد وفاته، وأشرف بشير أغا الجمدار على عملية استكمال المبنى بعد وفاة السلطان حسن بسنتين، وتوفت 1962-1964 اكتملت المباني، لأن السلطان حسن أثناء حياته افتتح المدرسة واحتفل بالافتتاح بتاعها وصلى فيها الجمعة وأنفق على المهندسين وعلى العمال وعلى الناس اللي شاركت في المدرسة. هنا دايما لما مبنى احنا بنتكلم عنه بالضخامة دي فلازم يعني اكيد في مجموعة من المهندسين او حد يضع التخطيط بتاعه، وده جعل عدد من الناس اللي اتكلمت عن المبنى يبدأ يلجأ الى عملية المقارنة بينه بالمباني السلجوقية وغيرها، وده طبعا واضح في شكل المدخل بتاعه بشكل كبير جدا. ولكن سنة 1944 كان طبعا كبير الاثريين الراحل حسن عبد الوهاب رحمه الله كان بيشتغل على المدرسه واستطاع ان هو يكتشف اسم شاد البناء، يعني الاسم جه هنا بشاد البناء، وهنا قالوا من شاد البناء تصلح ان يكون هو اللي بيشرف على المبنى وهو اللي خطط للمبنى، يعني انه رجل كان له دور في المبنى بشكل كبير وفي وضعه، هو محمد ابن بيلك المحسني، وكان من أولاد أمراء المماليك وكان مقربين من السلطان حسن. هنا برضو كان أبناء المماليك، ابن إياس كان عمل حاجة في كتابه طبقة كان يسمون طبقة أولاد الناس، أولاد الناس اللي هم أبناء الأمراء، حتى يعني الكلمة اللي أصبحت متداولة كده ده فلان ده ابن ناس، يعني لما حد يعني في أسلوبه طيب وشكله المهندم ويعني حد بيحترم الناس ويتكلم بشكل كويس في كلام ده ابن ناس، هي جاية من طبقة أبناء الناس اللي هم أولاد أمراء المماليك اللي كانوا موجودين، وكان ابن ياس من أول الناس اللي كتبت عنهم بالشكل ده، وكان منهم محمد ابن بيلك المحسني اللي هو مهندس مدرسة السلطان حسن، وكان مرتبط بيه طبعا ارتباط كبير، واختفى او يعني ايضا لم يظهر بعد عملية اختفاء السلطان حسن، ولم نجد عنه يعني بعض او ذكر له بعد كده في المصادر التاريخية. لما نشوف في المنشأة اللي بتشغل في مساحتها 7906 متر، طبعا هي تعدد كده يعني لان طبعا في اماكن خارج المبنى، يعني الامر يتعدد 8000 من المساحة بتاعتها. الشكل العام بتاعها شكل بيبدو يعني مستطيل كبير، أطول ضلع فيه بيبلغ حوالي 150 متر، وأقصى عرض بيزيد بيصل 68 متر. بنقول إن لها أربع وجهات حرة يعني من كل الجهات مكشوفة، لأن ما كانش حواليها أي مباني، وكانت بتطل على ميدان القلعة اللي كان معروف بالرميلة وعلى الشوارع المؤدية له. وهنشوف مع حضراتكم بعد كده التخطيط الخاص ب المدرسة. التخطيط ده يعني بصراحة لو شفنا كده الوضع اللي اتعمل به ازاي حقيقة يعني يحير يعني مكاتب استشارية ومكاتب بتشتغل في العمارة ان يعني يكون عنده قطعة أرض ويعمل لها الرسم بالشكل ده اللي بأمر فيه صعوبة بالغة، صعوبة بالغة حقيقة، ان طبعا شوفوا حضراتكم قطعة الأرض أساسا شكلها عامل ازاي، الشكل العام بتاعها يعني مدى الاستطالة دي بالشكل ده، الأرض مش مستوية زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا في صعوبة إن يخلق الوحدات دي كلها. هنا كمان هتلاقوا حضراتكم إن الخطوط السمراء الموجودة دي اللي هي الجدران هتلاقوا سمكها بيختلف من مكان لمكان، يعني الجدار ده سميك في مكان
وفي مكان آخر نجده دقيق أقل. ودي فكرة المعالجة المعمارية بقى، علشان هو محتاج إيه. لو أنا عندي أرض غير منتظمة، دايما المهندس الناجح الأرض الغير منتظمة لازم يخلق مساحات داخلية منتظمة، بمعنى أن المساحات الداخلية اللي موجودة عنده ما ينفعش يكون فيها يعني ازورار في ناحية أو انحراف، لا، يديني شكل مربع شكل مستطيل، لازم تكون بهذه الأشكال. وده اللي عمله في شكل التخطيط العام للمدرسة اللي هو الفناء الأوسط حضراتكم شايفينه، وبيطل عليه 4 إيوانات. ودايما كلمة الإيوان في العمارة الإسلامية وحضراتكم تعلموا جميعا، الإيوان اللي هي المساحة المغلقة من 3 جهات والجهة الرابعة مفتوحة على الفناء. يعني زي فكرة الكلاس الفصل العادي، مكان مقفول ولو باب، لا، احنا هنا بنشيل الجدار الأخير اللي فيه الباب خالص. والفكرة دي هي أصلح فكرة مع المدارس، إنها بتدي نوع من الاستقلالية. يعني سعادتك لو احنا افترضنا لا ان مفيش تخطيط الايوان، لا، ده التخطيط اللي هو الممتد زي اللي موجود في المساجد، وفي حد قاعد علشان يدرس شيخ ومعاه الطلاب او استاذ ومعاه الطلبه بتوعه بيدرسوا، هتجد الناس ده داخل يصلي وده داخل يكلم ده وعشان يمشي فيدخل ويخرج عليه اكتر من مره. انما في الايوان المكان مغلق، لا دخول له الا من جهه الصح، فبيدي نوع من الاستقلاليه وبيسهل العمليه التعليميه في ذلك الوقت. فعشان كده كان التخطيط الإيواني أنسب تخطيط للمدارس. وهنا بنلاقي الإيوان الرئيسي طبعاً أكبر الإيوانات، والإبلة في مصر هي الإبلة في الجهة الجنوب الشرقي اتجاه القبلة أو الاتجاه لمكة المكرمة، هو الاتجاه ناحية الجنوب الشرقي. يعني حتى كلمة القبلة هي مصرية أكتر، يعني قبلة لأن يعني ناحية الإبلي، ناحية الجنوب، ناحية الجنوبية الشرقية. احنا مكة إبلي بالنسبة لمصر، عشان كده بنقول إبلة يعني. إنما في كل الدنيا المحراب في اتجاه الكعبة المشرفة، فإحنا الكعبة ومكة المكرمة قبل مصر، فعندنا الإبلة دايما في الجهة الجنوبية الشرقية. الاتجاهات في العمارة الإسلامية ليست صريحة، يعني حضراتكم مش هنلاقي ناحية الجنوب بس أو الشمال بس، لا، جنوب دايما في ميل عشان اتجاه القبلة أو ميل نحو مكة، فيبقى دايما المحراب ناحية الجنوب الشرقي، ونلاقي الجدار اللي مقابل له ناحية الشمال الغربي. يعني مش هنلاقي شمال صريح أو غرب صريح، لا، دايما هنجد هذا. حضراتكم لو شفنا التخطيط هنا اللي موجود قدامنا اللي هو الفناء والإيوانات الأربعة دي، المدرسة الرئيسية، جميل، وده الإيوان الرئيسي اللي كان مخصص فيه مفتي كان معينه السلطان حسن، وبدأ يعين طلاب أو يدرسوا الحديث وطلاب للقراءات، علم القراءات. كان التعليم في هذه المرحلة هو تعليم خاص بالمعارف الأساسية، سواء كانت القراءة والكتابة والحساب ثم العلوم الدينية. كانت المساجد والمدارس تدرس هذه الأمور. أما الأمور العلمية طبعاً ده كان أمر مستحدث بعد ذلك، وكان موجود وكان هناك علماء ومتخصصين في كل المجالات، ولكن لم يكن في هذه المدرسة تعليم غير العلوم الشرعية بهذه الطريقة كما يطلق عليه. عمل إيه بعد كده؟ عمل شيء نادر جداً، لأن كان دايماً قبل كده في المدارس يقولوا إن الإيوان مثلاً الإبلي يدرس فيه المذهب الحنفي، والإيوان البحري مثلاً يدرس فيه، لا، هو غير الموضوع كله، لا، عمل جعل أركان الصحن كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وعمل 4 مدارس فرعية. بنجد المدرسة الحنفية يقابلها المدرسة الشافعية، وفي الجهة الأخرى الشمالية مدرسة الحنابلة يقابلها المدرسة المالكية. يبقى عمل 4 مدارس فرعية. كل مدرسة من دول عبارة عن إيه؟ كل مدرسة من دول عبارة عن إيوان مكان، إيوان واحد، وفناء. الفناء لازم يعمل فناء عشان يعمل تهوية، عشان يعمل إضاءة، عشان الناس تقدر تنفس في المكان، لأن طبعاً ما كانش موجود الأدوات الحديثة للهواء، المراوح والمكيفات أو غيره، كان لازم يعالج الموضوع بشكل يتوافق مع البيئة، فكان دايماً الفناء هو الحل. يعني الفناء رئيسي. فاضل لنا في اللقاء الأولاني أقل من 10 دقايق، حوالي 9 دقايق.
على اساس ان الكل يحضر نفسه ان احنا تمام قبل بعد 9 دقائق هنفصل الزوم ونرجع نفتحه تاني لمواصلة المحاضرة مع حضرتك. اتفضل يا دكتور. تمام تمام إذا كان يلجأ للفناء ده عشان يدي إضاءة ويدي هواء للمكان، وعمل كمان طبعا لكل مدرسة من دول مساكن للطلبة، مساكن طلبة طوارئ، مساكن عالية جدا للطلبة، وفي كل المساكن دي عبارة عن حجرات صغيرة، فكرة المدينة الجامعية. وعين في المكان ده عين بوابين، ناس موجودة على الباب، مش أي حد يدخل ويخرج من الطلاب بالذات، لأن الطلاب كان مثلا مخصص لكل مدرسة أستاذ و25 طالب. ال 25 طالب دول اللي بيكمل فيهم اللي بيخلص بيخرج ويجي حد تاني مؤهل يدخل مكان. طيب جميل، فإذا الطلاب دول معروفين لدى حد كان يسموه كاتب الغيبة، واحد بياخد الغياب، حضر الناس كل يوم، معروف فلان حضر. ليه؟ لأن الناس دي كان بيصرف لها مصروف يومي، كان لها مصروف يومي من الأوقاف الخاصة بالمدرسة، كان مكفل بتعليمهم وإطعامهم وكسوتهم. حتى الزيت بتاع السراج اللي يذاكر عليه كان له كمية من الزيت بياخدها. فإذا يبقى في حصر للناس دي، ومحدش يندس داخلهم يكون غير مسجل للمدرسة. فعشان كده في بوابين موجودين يعرفوا الناس اللي موجودين، في حد يسموه كاتب الغيبة، ده موجود ياخد الغياب والحضور. كان بيتعين مع كل مدرس معيدين، 2 من المعيدين، نفس فكرة المعيد في الجامعات الحالية. كان هنا معيد لأنه يعيد ما قاله الشيخ في أوقات أخرى، يقعد مع الطلاب ويعيد الكلام اللي الشيخ قاله لهم. إذا كان نظام تعليمي متكامل في داخل هذه المدرسة. لو شفنا حضراتكم ناحية الشمال هنا، الجزء الخارجي ده اللي أو المدخل، يعني إن المدخل فيه نوع بقى من الأزرار كده خارج، في بروز عن الواجهة، وده هنشوفه بعد كده إن شاء الله في الصور، في بروز عن الواجهة بشكل كبير وبيؤدي للتركاوة. هنشوف بعد كده فكرة المدخل المنكسر. المدخل المنكسر ده أو الغير المباشر ده مهم جدا، إنه كان دايما يتعمل في العمليات الحربية عشان يعوق حركة الهجوم وغيره، ويتعمل أيضا في العماير السكنية، في البيوت السكنية، علشان أي حد غريب جاي من الخارج، من بره، من الشارع، لا يعني يفاجأ به أهل البيت كده، لا، مدخل منكسر يدخل مثلا بشكل مباشر ثم ينحرف من ناحية اليسار ثم اليمين، ده دي طريق. هنا كمان بنجد المدخل ده في السلطان حسن، هنلاقي مدخل ثم دركاه. شوف حضراتكم على الشمال هنلاقي بعد كده إيه الدهليز، وبعد كده ها طالع من الدهليز باب، بمر تاني دهليز آخر اللي هو ماشي جنب الإيوان الغرب ده عشان يودي للصحن. والدهليز كمان ممتد إيه خلف الإيوان من الناحية التانية اللي هو مدخل آخر. يبقى إذن الفكرة دي بقى هنا فكرة حضرتك، اللي يعني أمر متعلق بالانتقال من الشارع من بره، من زحم الحياة، من الأمور الحياتية كلها إلى مرحلة جديدة خالص. الداخل ده يا إما داخل يصلي فينفصل عن العالم تماما، أو طالب علم ينفصل أيضا عن كل الأمور اللي ممكن تشغله عن تلقي العلم في هذا المكان. عشان كده بدأ يعني فكرة يعني انتقال من الخارج إلى الداخل بمستويات، غير في مستويات الحركة، يطلع درجات سلم وينزل درجات أخرى ويمشي في ممرات واسعة حتى يخرج إلى الصح الفسيح الخاص بالمدرسة. كمان نلاقي السلطان حسن عمل لنفسه القبة اللي موجودة قدامنا دي، وهنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل، وجعل القبة هي العلم على المدرسة، بمعنى أن جعل القبة هي اللي بتطلع على الميدان، هي المواجهة للقلعة. وقد يكون هنا في هذه الفكرة دي يعني عايز هنلاقي حضرتك كده القبة بارزة كلها، بارزة عن الجدار بتاع القبلة، يعني مكتوب كلمة المحراب هو حضراتكم شايفينها، كلمة المحراب كده، المفروض المسجد خلص أو المكان أو الإيوان خلص، جي وراها كده وبارزة من 3 جهات بتطل على الفناء الخارجي. وطبعا بعد كده في المأذنتين أو المآذن اللي موجودة. القبة هنا بشكلها البارز ده وإنها تتقدم المحراب، ما فيش حد عمل قبة، يعني بعض نموذج ده السلطان حسن وبعد كده السلطان محمود المحمودية، ما فيش حد عمل قبة خلف المحراب واندفن فيها. نعرفش هل هذا أمر يعني
من قبيل الصدفه او غيره، ان الاثنين اللي بنوا قباب خلف المحراب لم يندفنوا، محدش دفن الدفن في القبه اللي عملها خلف المحراب. هو كمان هنا فكره ان يخلي القبه في هذا المكان الفسيح، ده المكان الناس تمشي منه وتعدي منه. وبدا يعين، يعني كان من ضمن الوثيقه بتاعته 60 واحد لقراءه القران عليه، يعني يختموا القران عليه. هنقفل دلوقتي يا دكتور ولا نكمل؟ لسه يا دكتور فاضل 3 دقائق. تمام. ف كان ناس الشبابيك بتاعت القبه دي، حضراتكم لو شفتوا هتلاقي انها في كل جدار في شباكين، وشباك ضخم جدا كان بيسع ان واحد يقعد فيه. يعني حضراتكم ان شاء الله قد ياتي في وقت من الاوقات فرصه ان احنا ننزل زياره نشوف المكان على الطبيعه ان شاء الله. الشباك عريض جدا، وكان يجلس فيه قارئ، حتى يسموه قارئ شباك، يختم القران الكريم، والناس طبعا اللي معديه تترحم على صاحب هذه المنشاه. السلطان حسن في انه يعمل المسجد والمدرسه والقبه بهذا الشكل امام القلعه كان في نوع من الذكاء غير العادي، لان لو عملوا قصر كانت هت. لو عمل قصر في المكان ده بالضخامه دي قدام القلعه كان قال اللي هيجي بعده هيهد، انما لان العماره الدينيه لها قدسيتها ولها احترامها فخلد اسمه وظل اسمه يردد مع اسم اي سلطان ساكن في القلعه، لان له منشاه مقابله للقلعه في هذا المكان. يعني ده بالشكل العام للمسقط الافقي والتخطيط بتاع المدرسه. ونبدا الصور من المحاضره الثانيه او زي ما تشوفوا اذا كان في معانا وقت. هنا منظر خارجي. معانا دكتور؟ معانا دكتور بس دقيقتين فقط عشان نقطع ونبتدي. آه. فبفضل ان احنا نقفل ونرجع نفتح تاني ونسرع شويه بس الريتم عشان الوقت. طيب تمام. مع الصوره الاولانيه، هي دي الصوره اللي هنبتدي فيها يا دكتور. دي اللي هنبدا بيها. طيب تمام، اتفضل. تمام.